الاخبار؟ عاملين ايه النهارده؟ رابع يوم من الديلي فلوجز، رغم ان هو حاجه ممتعه انك بتصور ديلي كل الاحداث اللي بتحصل في حياتك وانك بترفعها كل يوم وبتشوف رد فعل الناس وكده، الا ان هي حاجه صعبه جدا، خصوصا لو انت متجوز شغال وعندك عيال، انك بتصور كل يوم وتمنتج وترفع وتلاقي وقت لكل ده. فهي الصراحه حاجه صعبه مش سهله، بس انا بحاول ان شاء الله على قد ما اقدر ان افضل شغال في افضل موجود في التشالنج اللي انا فيه، وافضل اكمل 7 دايز ديلي فلوج. مش عارف الصراحه اقدر اكملهم ال 7 دايز ديلي فلوجز ولا لا، بس انا بحاول. انا ماشي دلوقتي في حاجه عامله زي حاره، بس هي طبعا حاره على الطراز القديم زي ما انتم شايفين، وزي براك طبعا معروفه. عايز اقول ان 13/4/2010 ده كان اول يوم ليا في التشيك، اول يوم اسافر اصلا بره مصر. 13/4/2020 اللي هو تقريبا كان من يومين كده، يبقى بقالي 10 سنين كاملين موجود في التشيك. طول العشر سنين اللي انا موجود فيهم في التشيك، للاسف حضرت رمضان واحد بس في مصر، هو كان 2011، حضرتش غيره في مصر، وما كنتش بقدر انزل رمضان في مصر، لان رمضان كان بيجي اغلب الوقت في الصيف، وما زال يعتبر بيجي في الصيف، والجو بيبقى حر جدا في مصر، فما كناش بنستحمل انا ومراتي رمضان في مصر، خصوصا ان احنا اتعودنا على الجو هنا والجو البرد، فلما بتنزل مثلا درجه حراره 40 ولا حاجه، فالجو بالنسبه لنا كان بيبقى صعب جدا. غير انا عندي شهر واحد بس اجازه في السنه، فانك تنزل شهر في رمضان تقعد بيه في مصر، فتقريبا انت ما بتعملش حاجه، ما بتنزلش من البيت، وتفضل قاعد في البيت، ما بتقدرش تخرج كتير، فالشهر كله تقريبا بيخلص وانت قاعد في البيت. قلت دي كان اول مره حتى اسافر بره مصر، وكمان ما سافرتش على براج العاصمه، لا سافرت على مدينه تانية حوالي 350 كيلو بره براج. وهنا بقى كان في نقله حضاريه بالنسبه لي، رحت على مدينه فيها 33,000، يعني هي المدينه كلها اللي هي كانت مدينه مراتي، كل اللي عايشين فيها باجانبها بكل حاجه بسكانها 33,000، وانا راجل اصلا من امبابه، يعني متعود اصلا بصحى الصبح اصحى بقى على صوت الفول وصوت الانبوبه، وان انت تروح تجيب بليله، انا ما حدش اشترى بليله اصلا، بحب البليله عادي مالهاش علاقه باي حاجه، وان انت اصلا تروح تجيب طعميه وصوت بقى دوشه في كل حته. فاللي انت تروح على مدينه ما فيهاش اي حد اصلا خالص، ما فيهاش اجانب، ما فيهاش اي حاجه، الناس اصلا تنزل الشارع في اي وقت، ما تلاقيش اي حد ماشي، فدي كانت بالنسبه لي نقله حضاريه غريبه. قعدت شهرين بس في المدينه لحد الورق بتاعي ما طلع والاقامه وكده، بعد كده نقلنا على ابراج. طبعا كان استحاله ان انا اشتغل في المدينه لسببين، اول سبب انهم اصلا كان عندهم نسبه بطاله، يعني مش كل الناس الموجوده هناك كانت شغاله زي ابراج. تاني حاجه ان استحاله كنت اشتغل، انا ما كنتش عارف اتكلم تشيكي، ومفيش حد هناك كان بيتكلم اي لغه غير التشيكي وشويه بولندي، لان هم كانوا على حدود بولندا اصلا. بعد الاقامه بتاعتي ما طلعت، فكان في عندنا مشكله عشان ننقل على براج لازم يكون عندنا سكن، واحنا ما نعرفش حد خالص في براج، فكان لازم ندور على سكن واحنا موجودين في المدينه اللي احنا فيها. فقعدنا ندور على شقق في المدينه اللي احنا فيها، والحمد لله ساعتها لقينا شقه فودن مساحتها كانت تقريبا 30 متر، هي الشقه كانت 30 متر، كنا بندفع فيها 9200 كورونا، يعني حوالي 350 يورو. بس المشكله اللي احنا شفنا الشقه على الصور وشفناش على الطبيعه. لما رحنا بقى براج وشفنا الشقه على الطبيعه، فدي كانت صدمه. الشقه كلها في بعضيها كانت اوضه واحده اللي هي زي استوديو او جرسونكا، كان المطبخ قدامنا، وبعد كده في كنبه بننام عليها، وبعد كده في تلفزيون وفي الحمام، وهي دي الشقه كلها. طبعا احنا ما كناش عارفين ان الشقه عامله كده، احنا شفنا الصور بس، طبعا هو بيصوروا الشقه من كام زاويه، فدي بالنسبه لنا كانت صدمه ثانيه ان احنا نروح نلاقي الشقه كلها على بعضيها حوالي 25 او 30 متر كمان. شهرين بالظبط لما جيت على براج حسيت بقى، لا حسيت في فرق، يعني في عرب شويه موجودين، في جامع ممكن تصلي، في لحم حلال، فرص عمل اكتر، فلا فالوضع كان مختلف. انت قاعد في مدينه اصلا مهجوره مفيش حد يعرفك، جيت في مدينه فيها ناس بتتعرف على ناس، بتعمل صداقات مع ناس، الوضع كان مختلف كتير. يعني قعدت تقريبا شهر كمان في براج بدور على شغل، لان طبعا مش اول ما تيجي اكيد هتلاقي شغل، ولا ما كنتش عارف حد في براج خالص. فقعدت تقريبا شهر بدور على شغل، اشتغلت يوم واحد في مطعم، والحمد لله انا ما كملتش، لان انا اصلا عندي مشكله ان انا في مصر عمري في حياتي ما كنت اشتغلت. يعني انا خلصت الجامعه سافرت على التشيك وانا عندي 21 سنه، يعني ما كنتش اشتغلت اي حاجه في حياتي في مصر، ما كانش عندي خبره في اي حاجه، كل اللي كنت اعرفه ان انا كنت بعرف شويه انجليزي ساعتها. بعد ما اشتغلت بقى والدنيا كانت ابتدت الحمد لله تتحسن شويه، ومراتي كانت اشتغلت فتره في المطار، قلنا بقى لا بقى، يعني طالما بقى في شقه بقى وفلوس وبتاع ناخد شقه اكبر، طالما في شغل وفلوس ناخد شقه اكبر. رحنا خدنا شقه اكبر الحمد لله، كانت 40 متر. طبعا هي الاحجام، اي حد عاش في اوروبا عارف ان هي دي الاحجام اللي موجوده في اوروبا، يعني الشقق بتتري من اوروبا 25 متر 30 متر 40 متر، وبتلاقي الايجارات 400 يورو 500 يورو. بس الفتره اللي انا خدت، انا بتكلم مثلا في 2011 لما خدنا تاني شقه لينا، كان الاسعار لسه مش غاليه قوي، فخدنا شقه تقريبا زي ما قلت 40 متر، كانت بحوالي 11000 حوالي 12500 كورونا، حوالي 500 يورو، دي حاجه كانت معقوله شويه. بعد اربع سنين من وجودي في التشيك ربنا كرمنا بمريم، فقلنا لازم ناخد شقه اكبر شويه، فخدنا الشقه اللي احنا موجودين فيها لحد دلوقتي، هي مساحتها 70 متر، بندفع فيها حوالي 600 يورو. طبعا برضو زي ما بقول الاسعار دي كانت رخيصه، الشقه احنا موجودين في الشقه تقريبا بقالنا خمس سنين، فالاسعار كانت لسه معقوله. دلوقتي الشقه اللي انا قاعد فيها عشان تاجرها مش هتدفع لك اقل من 800 ل 1000 يورو حاجه كده. يعني طول ال 10 سنين اللي انا موجود فيهم في التشيك، احسن حاجه واكتر حاجه انا الحمد لله بعملها ان انا بنزل مصر بانتظام، يعني لازم كل شهر انزل مصر، بقالي يعني نزلت مصر 10 مرات في 10 سنين،
فدي من الحاجات اللي انا فخور فيها والحاجات اللي انا بحبها، واللي يعني ما ينفعش تعدي سنه من غير ما انزل مصر على الاقل شهر واشوف اهلي واقعد مع اصحابي واضرب كشري واضرب بليله تاني وكده. هو مش فخور بالبليله حاجه ما تضايقش. الشباب اللي عايش في مصر ومتخيل اي حد عايش في اوروبا ده معاه فلوس قد كده واصلا او بيتفرج على حد سواء على اليوتيوب او اي حاجه، متخيل ان حياته مثاليه ما فيهاش اي مشاكل، كل اللي هو بيعمله اللي هو معاه فلوس. يعني اوروبا مش زي الخليج، هو طبعا اكيد الخليج مش زي الاول، بس الوضع في الخليج مختلف. يعني ناس مثلا كانت بتسافر السعوديه او الكويت او الامارات او دبي او دوله خليجيه، تقعد كام سنه تعمل فلوس بعد كده تنزل على مصر. الوضع في اوروبا مختلف، خصوصا الناس اللي شغاله في الغردقه او شغاله في شرم، اللي كان مثلا زميله اللي كان شغال معاه امبارح بكره اتعرف على واحده وراح سافر، وبعد كده بعديها بسنه ولا بسنتين بيلاقيه نازل نفس الاوتيل اللي كان شغال فيه اللي الليله فيه مثلا بتمن مرتبه بيلاقيه قاعد فيها اسبوع. فهو متخيل ان هو بقى مليونير، ما يعرفش ان هو ممكن يقعد شغال السنه كلها عشان يحوش عشان ينزل مثلا مصر مره او مرتين في السنه. حتى الاجانب نفسهم، حتى الاجانب نفسهم اللي عايشين مش زي ما انتوا متخيلين مثلا الفلوس معاهم كده عادي، لا دي ناس عاديه جدا زينا زيهم بيشتغلوا. مش معنى انك معاك عربيه انك غني، لان هنا العربيات سهل جدا انك ممكن تشتري عربيه. انت ممكن تشتري مثلا عربيه بمرتب شهر واحد، ممكن تشتري عربيه مثلا ب 1000 يورو، بس انت بتصرف على العربيه كتير. يعني المناظر اللي انتوا بتشوفوها مش معنى كده ان الواحد عايش في اوروبا يعني مليونير. اه يعني الحمد لله الواحد بيبقى عايش عيشه كويسه، بس مش مثلا بيحوش له كل شهر مثلا 2000 يورو ولا 3000 يورو بيجي السنه يلاقي معاه مبلغ. اكيد طبعا الوضع في اوروبا كويس، مش اقول مش كويس، في تامين صحي محترم، في مواصلات محترمه، بس مثلا في اوروبا لو انت مش شغال وانت مأجر ما اشتغلتش شهر ولا دفعتش ايجار شهر ولا اتنين، فممكن تطرد اصلا من الشقه اللي انت فيها. فلازم تبقى شغال، مفيش هنا مثلا احنا مش بنقعد نلعب، انت لازم تبقى شغال خمس ايام في الاسبوع، او في ناس بتشتغل ست ايام في الاسبوع، لازم تشتغل 12 ساعه في اليوم. يعني الموضوع مش سهل جدا، مش زي ما انتم متخيلين ان الواحد بس بيقعد وبيجيله فلوس او ما بيشتغلش والدوله تصرف عليه، لا انت لازم تتعب وتشتغل عشان تبقى عايش عيشه كويسه. حد جه سالني مثلا دلوقتي وقال لي انت بعد 10 سنين في اوروبا هل عملت فلوس قد ايه؟ يعني هو السؤال ده اصلا ما ينفعش، او انت ما بتحسبهاش كده، انت بتحسب انت عايش ازاي؟ هل عايش عيشه كويسه ولا مش كويسه؟ هل انت مرتاح ولا مش مرتاح؟ هل ولادك مرتاحين ولا مش مرتاحين؟ لان يعني انت ممكن يبقى معاك فلوس بس انت مش عايش عيشه مش عايش مرتاح خالص، او ممكن تبقى اصلا يعني مرتبك كويس بس بتصرف مصاريف كتيره، تدفع ايجار كتير، بتصرف على العربيه، بتصرف على اولادك، بتسافر مصر مره على الاقل في السنه او بتسافر اماكن تاني، فكل الحاجات دي كلها مصاريف. فهي الفكره انت مش معاك قد ايه قد ما هي الفكره انت عايش ازاي ومرتاح ولا مش مرتاح. في عندي مشكله لاحظتها في كام فلوج صورته، ان عيني الشمال بتقفل وانا بصور. وعلى فكره هي انا ما عنديش مرض او حاجه، بس المشكله لما الشمس بتكون ضاربه في عيني فتلقائي عيني الشمال بتتقفل، ما اعرفش ليه، بس انا ما اعرفش ابص واقف اصور في شمس. فدلوقتي في شمس كبيره، شمس كبيره في شمس يعني طالعه، فهتلاحظوا العين الشمال على طول بتقفل، فمعلش بقى استحملوا لحد الشمس ما تخلص. كده كانت نظره عامه على الملخص لل10 سنين اللي انا قعدتهم في اوروبا، ومش عارف لسه قعد كام سنه كمان في اوروبا، هل الواحد يقعد 10 زيهم ولا يروح مكان تاني؟ الله اعلم، لسه ما حدش عارف اي حاجه. دلوقتي هروح عشان امنتج الفلوج واحاول انزله النهارده، واحاول بكره ان شاء الله اصور فلوج جديد وانزله، فربنا يكرم كده واقدر انزل الفلوج بكره. يعني كده المفروض ده الفلوج الرابع، يعني فاضل لي 3 فلوجات وابقى خلصت التشالنج. فعايزين دعم على الفلوج او على الفلوجات كلها عامه، لان نقدر نقدر اكمل واصور، يبقى في دافع ان الواحد يصور وينزل كمان. فحاول ان شاء الله انزل لكم فلوج جديد بكره. روح دلوقتي امنتج وبعد كده اتغدى وبعد كده انزل لكم الفلوج. سلام.